السلام عليكم، مرحبا بكم جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، جمعة مباركة. بسم الله، اليوم جبت لكم البانكيك. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. عندي هنا كاس فارينة معمر، حبة بيض، زوج مغارف سكر، زوج مغارف زيت، وكيس خميرة. وهنا باغي نديرها بصاصة البرتقال. هنا عندي كاس برتقال عصرته، ديت منه كاس، وعندي مغرف مايزينا معمرة ومغرف سكر. بسم الله، نبدأ على بركة الله. هذه الوصفة وجدوها لوليداتكم باش تشربوا بها قهوة العصر. هنا عندي حبة بيض، قريصة تاع الملح، ندير معاها زوج مغارف سكر غير بالفوي، نخلطو غير بالفوي، نخلطو مليح السكر مع البيض حتى يدوب كاع هذاك السكر. هنا ندير قطرات من الفانيلا. هنا ندير زوج معارف تاع الزيت، ولا ما بغيتوش ديروا زيت ديروا زوج معارف تاع زبده دائبه مولا مارغارين. وهنا نسيت، عفوا نسيت ما قلت لكمش، الكاس تاع الحليب. كاس تاع الحليب، هذا الكاس يبعد 220 مليلتر حليب عادي بارد. نخلطو، هنايا هنا نحطو الكاس تاع الفارينة معمر ومعاه كيس خميرة. هنايا دات لي كاس وربع، زدت ربع كاس فارينة، دات لي كاس وربع، كاس وربع فارينة. نعاود لكم المقادير: حبة بيض، كاس حليب، زوج مغارف سكر، زوج مغارف زيت، كاس وربع فارينة، كيس خميرة تاع الحلوى. نخلوها ترتاح 10 دقائق. نخلوها ترتاح، نوجدو الكريمة. نوجدو صلصة البرتقال. هنا عندي كاس معمر تاع عصير برتقال، مغرف سكر، مغرف نشا، نخلطو مليح. نديروها على النار حتى تولي تتقال، الصلصة تولي تتقال. نزيدو لها ملعقة صغيرة تاع مارغارين، ديرو غير ملعقة صغيرة تاع مارغارين. راح نديرها على النار باش تتقال لنا. تقالت الكريمة تاعي، نزيد لها ملعقة صغيرة تاع مارغارين. هلا شويه ارتاحت العجينه تاعي،
نديرو شويه زيت، المقله تاعي نديرها شويه زيت، راهم يطيبو، خلوهم يطيبو حتى يتحمرو. خلوهم شويه يتحمرو، نقلبو الحبه. خلوهم يطيبوا، خلوهم يزيدوا يطيبوا طيح حمارو. همينا شو كي جاو، جاو حمار، جاو حمرين عفوا، جاو شابين. ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، ديروهم لوليداتكم تاني قوتو قوتي ديروهم لهم تاني، يدوهم المدرسة كالونجا. نحطوهم في الطبسي، من بعد نرجع لكم باش نشوفوا الشكل النهائي. لي بانكيك راهم وجدوا، النص درته بالشوكولا، وهاي وين لاصوص تاع البرتقال اللي صنعتها، نديروه باللاصوص تاع البرتقال. وللأمانة راهي دات لي كاس وربع فرينة، إن شاء الله تجربوهم، ديروهم لوليداتكم للبوتي باه يدوهم المدرسة، وما يشدوش الليد، 10 دقايق ونتيا وجدتيهم. وهنايا عندي بيبي تاع الشوكولا ديرو لهم، وان شاء الله تجربوهم وبالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، وشكراً.